بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثاني المتوسط للعام الدراسي 2020-2021، نرحب بكم أجمل ترحيب في شرح لليونت الثالث إكسترا أكتيفيتيز، الفعاليات الإضافية. في هذا التمرين كالعادة في هذا المقطع أو هذا الدرس عندنا إكسترا أكتيفيتيز، تمارين أو فعاليات إضافية لمراجعة ما تم دراسته في الوحدة كاملة. نجي للأولى، تسمع الشريط رقم 24. Two sports officers are filling in a timetable for a special sports weekend at the center. اثنين من المسؤولين أو ضباط أو المسؤولين عن المركز الرياضي يملؤون filling timetable الجدول لسبيشال سبورتس ويكند. ويكند عطلة نهاية الأسبوع. Special sports رياضات خاصة في المركز. When are these classes؟ متى هذه الصفوف؟ Listen and draw lines from the sports to the times. تستمع وتشوف يا رياضة، عندك رياضات كاراتيه، جودو، تنس، أثلتيكس، سويمينج إلى آخره، وعندك أوقات في هذا الجانب ساتردي وصندي، إضافة إلى الأوقات تحاول ترسم خط وتسوي ماتش، فيكون هذا التمرين إليك عزيزي الطالب ونتأكد من حلك في الصف. ننتقل إلى تمرين بي. تمرين بي عندك كلمات تنزل بالفراغات الملائمة إلها في هذا الباراغراف. Complete the paragraph with the correct words from the books. الترجم هيك التمارين عزيز الطالب سواء تجيك بالكتاب بالاكتيفيتي او بالامتحان النهائي او بالامتحان الشهري تعتمد على المينينج، فكل ما الطالب يحفظ معاني اكثر كلمات ويعرف معانيها واشتقاقاتها واستخدامها ونوعها فيما اذا كانت اسم او فعل او صفه noun or verb or adjective راح يتمكن من حل هذا التمرين بسهوله ويحصل الدرجه. نجي ايضا عزيز الطالب الى تمرين سي. عندنا write the correct forms of the verb in practice. اكتب الصيغة الصحيحة للأفعال في الفراغات. هذا عندك بالفراغ قد يجيك بالامتحان هيجي. عندك بين الفراغ قبل قوسين بفعل. أنت تقرأ الجملة، شوف الجملة هي بيا زمن، شو محتاجة؟ إن كانت في زمن المضارع فيا مضارع، هل هو simple continuous perfect وكذلك بالماضي أو بالمستقبل، ويكون حله واجب ونتأكد من حلكم في الصف. تمرين دي. Find these words in the text quickly and match them to their meaning. عندك هذه الكلمات، أول شيء ترجمها عزيز الطالب وتعرف معانيها، والدور تحاول تجدها هنا بالنص هذا. هذا النص مطلوب من عندكم ترجمته. راح أترجم لكم على سبيل التجربة أول مقطع فقط. The old Olympic games took place in Greek 2000 years ago. Old القديمة Olympic games الألعاب الأولمبية القديمة took place حدثت في Greek. Greek يعني اليونان. 2000 years ago. فعندك أول كلمة هنا هي took place. شنو معناها؟ معناها حدثت. In 1896 عام 1869 a Frenchman started the modern Olympic games. فرنسي، شخص فرنسي بدأ الألعاب الأولمبية الحديثة. They take place every four years، وهي تحدث كل أربع سنوات منذ ذلك التاريخ 1896. فإذا الترجم البقية، تشوف الكلمات الفوق وين موجودة هنا، هذه الكلمات في الأعلى في الصندوق، وتشوف معناها عزيز الطالب. نجي إلى تمرين E بالصفحة الثانية. Now read the text and answer these questions quickly. شوف عزيز الطالب، تقرأ النص من مرة أخرى وتحاول تجاوب هذه الأسئلة عليها. تمرين إيه؟ Dates and years. يرجع هنا لأهمية الموضوع عزيز الطالب، إنه مثلا يعلمك على قراءة وكتابة الديتس التواريخ ويرز السنين. نجي إلى هذه 1981 means the year، تعني السنة 1984. فعندك هاي أول الألف 1000، إذا كانت 2000 تقرأها 2000 900 أو 900، وآخر كلمتين تقرأهن 81. However we say and write the year in these words. أكو طريقة أخرى، بدل ما نقرأها 1981 ونكتبها 1000 نقول 19، نقرأهن كل رقمين سوا 1981 1896 2014 ما نقول 20 نقول 2014. فعندك واجبك عزيز الطالب تكتب لك 10 تواريخ
متنوعة وتكتبها رقما وكتابة. تنتقل إلى التمرين هذا النشاط fill in this word tree. هذه هي كلمات متقاطعة أو word tree كلمات. Which game is this؟ شوف هذني وترجمهن قدر الإمكان وتكتبهن هنا ومطيك رقم واحد. The opposite of beginners معاكس beginners، فهنا راح تكون مثلا كلمة advanced أو كلمة أنت تشوف الكلمة المناسبة إلها إن كانت advanced or weak. At the end of the game مثلا هذه عندك هنا على مود تشوف الكلمة. لنا عزيز الطالب نصل إلى نهاية Unity 3. متمنين لكم النجاح الدائم والموفقية. Thank you very much for your listening.